رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام السلام عليكم، معكم الأخت كريمة. لهذه أول مرة تزوروا القناة، أدعوكم الاشتراك في القناة مع الضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد يوميا إن شاء الله. إذن اليوم ما جبت لكم حلوة رائعة، مشروع ناجح 100%، اللي حبت تدير حلويات جافة للأعراس، وكذلك يعني اللي حبت يعني تخدم سو كوموند. الحلوة هذه هي التختلات بالمعجون، حلوة جافة، ولا تقدروا تقولوا يعني حلوة هشيشة، وكذلك المنظر تاعها راقي. إذن بالنسبة لهذا المقادير، هنا عندي لاكوموند تاع 60 حبة، يعني سنيوة مغلفة. بالنسبة لهذا المقادير، هاد سنيوة واش راح نحتاج؟ هنا عندي زبدة لابال، هنا نستعمل لابال. عندي 500 غرام زبدة لابال، عندي 5 حبات بيض كبار حجم كبير، لكن عندكم حجم صغير ديروا 6 حب 6 ماشي 5. بالنسبة للخميرة، عندي كيس واحد تاع الخميرة ما يعادل 10 غرامات. عندي 2 علب تاع الكونفيتور، هنا مربى المشمش، يعني نحتاجو حوالي كيلو غير ربع. هنا عندي عطر الفانيلا، عندي كاس سكر غلاس، سكر ناعم، لانه مش راح ندير بزاف تاع السكر لانه ديجا المربى بنين. بالنسبه للميزينه، راح نستعمل كاس تاع الميزينه، نستعمل كذلك هنايا نص كاس تاع الزيت النباتي. بالنسبه للفرينه، هنا عندي تقريبا كيلو وربع. اذا اول شيء راح نبدا بالزبده، الزبده لازم تكون على حراره الغرفه. بسم الله، نحط الزبدة تاعي في وعاء يكون غامق وكبير. نحط الزبدة تاعي نذوبها مليح براحة اليد حتى تحصلوا على القوام تاع الفونجو. مباشرة نضيف السكر اللي هو السكر الناعم. الكاس تاعي فيه 240 مليلتر، نخلط جيدا حتى يتجانس مليح السكر مع الزبدة. هنا راح تلم. مباشرة راح نضيف 4 صفار بيض وبيضة كاملة، هكذا نخلط جيدا هاد المكونات. مباشرة راح نضيف الزيت اللي هو نص كاس تاع الزيت ولا كاس تاع لاتاي حجم كبير. نخلط مليح. مباشرة نضيف الميزينة، نضيف خميرة الحلويات، نضيف عطر الفانيلا اللي هي ملعقة، نخلط جيدا هاد المكونات. من بعد نجيب الفارينة، نبدأ نلم غير بشوية لأنه العجينة لازم تجي طرية شوية. نلم فقط بأصابع اليد،
باش تجينا عجينة طرية وحلوة تجينا هشيشة. غادي نلم كامل العجينة تاعي ونرجع إن شاء الله. إذن هذه هي العجينة اللي تحصلت عليها، تكون هشيشة شوفوا وخفيفة. ونحي منها الآن الربع هاد العجينة، نحطها بجح لأنه راح نزيد لها من بعد الفرينة باش نقدر نشكل بها الحلوة. راح تشوفوا تبقوا معنا وتشوفوا كيفاش راح نخدم بها. إذن هنا نخلو العجينة تاعنا ترتاح مدة ساعة كاملة ونرجع فيما بعد. إذن هنا بعد ما ارتاحت العجينة تاعي ساعة كاملة، نجيب هاد لي كيسات تاع كيما تاع المادلان هادوما. من بعد نجيب شوية زبدة فوندو تكون يعني ماشي ذايبة، ندهن بها كامل لي كيسات تاعي بهالطريقة باش ما يلصقوش. الآن راح ناخد القليل من العجينة هكذا، تقريبا قد الحبة تاع الجوز هكذا، ونجيب المول تاعي ونبدا نبسط العجينه كما نديرو لي تارتولات هكذا. يعني هذاك الزايد تنحوه نشكلوها مليح بهذا الشكل هكذا. نكمل كامل الكمية تاعي ونرجع فيما بعد. إذن هنا كيما كنت تلاحظوا كيما شكلتهم، شوفوا لازم هنا يعني تجي حفرة، يعني لازم تجي تبقى رقيقة. من هنا نجيب العجينة تاعي نضيف لها شوية تاع الفرينة ونبدأ يعني نلمها هكذا باليد نعجنها. لازم هكذا نغطسوها في الفرينة وندخلوا الفرينة جيدا في العجينة. لازم العجينة هذه تجي يبسة شوية هكذا حتى تعود تكسر. اذا هنا كما كنت تلاحظوا نجيب لا كونفيتور نعمر ملعقة هكذا نفرغها لداخل. الآن نجيب العجينة بعد ما عمرت أكواب تاعي بالمعجون. الآن نجيب العجينة كما قلت لكم لازم تخليوها يعني ديروا لها بزاف تاع الفرينة حتى تحسوها أنها راهي تتكسر وتتشقق. نبدأ نحكم العجينة تاعي نسكرفج فوق هاد الحلوة هاد الطريقة، وهذيك اللي تطيح في الارض يعني راح نحكموها نعاودو نضموها ونخدمو بها عادي. اذا نكمل كامل العجينه تاعي الكميه تاع اللي عندي تاع الحلوه ونرجع بعد قليل ان شاء الله على طبق التقديم. اذا كما راكم تلاحظوا راح ندخلها لي فرن ساخن 180 درجه. ملاحظة كي طيبوها كي تحسوا يعني كي تشوفوا باللي بدات يعني تولي ذهبية من الطرف راح نعليوها شوية للفوق، نشعلو لها من الفوق ونخليوها باش تزيد تاخذ اللون الذهبي. يعني هاد العجينة هذه لا ينفطا وما تنحيوهاش من ليمون حتى يبرد تماما. إذن هذا هو السر تاع نجاح هاد الحلوة. نتلاقاو بعد ما طيب ان شاء الله. نغرب اللي عليها هكذا سكر غلاس من بعد نزين بالشوكولا.
اذا كما راكم تلاحظوا هنا هذه هي لا كوموند تاع اليوم. دوك نقدم لكم على طبق التقديم. اذا هنا كما راكم تلاحظوا الحلوى تاعي هنا راهي واجده، زينتها بلو سكر غلاس كما لاحظتوا، زينتها بخطوط تاع الشوكولا. اذا هنا كما راكم تلاحظوا الشكل الداخلي تاع الحلوى تاع نهار اليوم، تجي هشيشه تجي خفيفه تجي ما شاء الله. نتمنى الوصفه تاع نهار اليوم نالت الاعجاب تاعكم، وإلا عجبتكم الوصفه بارطاجيو الفيديو شاركوا به الاصدقاء تاعكم. نتلاقاو في وصفه اخرى ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سلام.